عندنا حوالي شهر بدينا في التسويق لأنه السوق يحتاج، وحتى حنايا لازم نسوقوا باش نزيدوا نوفروا. ولكن كيفاش حنايا سوقنا المنتج هذا؟ كانوا عندنا بزاف لي موديل انواع مرخيصة حتى الغالية. كي نقولوا غالية دير 4000 فرنس 45 دينار، هذه ماشي غالية وتنغسل صدير تستعملها بزاف مرات. وعندنا رخيصة كذلك تنغسل دير 20 دينار. عندنا الكمامات اللي مخدومة بالكوتون، كاين عندنا كمامات اللي مخدومين بلافيزلين، وكاين عندنا كمامات اللي مخدومين بالقماش، ورانا نبيعوهم بأثمان معقولة. الناس راهي عندها مشكله كبيره تاع البلاستيك، يعني اللي راني نشوفهم صوافه كي كيف النقل الحضري ولا اي نصيب بلاستيك دايرينه بالنوع هذا وينيا هذا اخواتي تاع بزاف هذا تاع يعني الودنين عندهم عروق رقاق، يعني الفوبا واحد يدير البلاستيك كما هذا الشيء ولا داروا ماذا بينا يديروه يعني شويه كبير يعني يديروا زياده باش ما يقدر مش نعالجوا الموضوع تاع كورونا وروحوا نديروا المشكل تاع الامراض في الوجه.